صباح الخير، صباح الامل، صباح التفاؤل، صباح النصر، صباح على مصر الجديده ان شاء الله اللي بتتبني بايدين المصريين. ده حلمنا اللي كلنا بنحلم بيه، ان احنا نبني مصر بايدينا كلنا مع رئيس جديد ومع دوله جديده ومع صباح جديد. صباح الخير يا لميس. صباح الخير يا عمرو. وفعلا اعلنت اللجنه العليا للانتخابات امس فوز المرشح عبد الفتاح السيسي برئاسه جمهوريه مصر العربيه. تبدا بذلك مرحله جديده بيقودها عبد الفتاح السيسي مع جموع الشعب المصري، وده اللي اكده امبارح في كلمته. كلمه كانت مقتضبه لكن بتحمل الكثير والكثير من المعاني، الحث على العمل وان دي مرحله للبناء والعمل ليس لاي شيء اخر. بالتاكيد احنا كلنا منتظرين هذه المرحله، بدايه هذه المرحله. حلف اليمين اعتقد هيكون يوم الاحد القادم، في انتظار هذا الحدث الكبير اللي هتشهده مصر بعد يمكن أكثر من 3 سنوات منذ ثورة 25 من يناير وسنة أو عام تقريبا على ثورة 30 من يونيو، مرحلة جديدة بتخطوها مصر إن شاء الله. طيب خلينا بالتأكيد عندنا موضوعات كثيرة جدا هتدور بالتأكيد في هذا السياق، ولكن خلونا في الأول نذكر بأهم وأبرز العناوين اللي عندنا النهاردة. بعد فوزه في انتخابات رئاسة الجمهورية السيسي يشكر الشعب ومنافسه صباحي ويدعو الجميع للعمل من أجل رفعة مصر. فرحة شعبية بمختلف أنحاء الجمهورية بفوز السيسي، وتهنئة وتأييد ودعم عربي ودولي للرئيس الجديد. ومجلس الوزراء يبحث في اجتماعه اليوم ترتيبات ما بعد إعلان عن فوز السيسي برئاسة الجمهورية. طبعا تفاصيل الأخبار دي وأكثر تكون مع زميلنا خالد حسين. اتفضل يا خالد. صباح الخير. صباح الخير يا خالد. صباح الخير لميس، صباح الخير عمرو، وشكرا لكم، وصباح الخير مشاهدينا الكرام، واهلا بكم في موجز جديد لاهم واخر الانباء. تعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بان يعمل مع الشعب المصري من اجل تحقيق الحريه والعداله الاجتماعيه. واشار السيسي في كلمه له بعد اعلان فوزه في الانتخابات الرئاسيه ان الانتخابات التي توافقت عليها القوى الوطنيه جاءت كنتيجه مستحقه لما قدمه المصريون من تضحيات على مدار ثورتين مجيدتين. العمل الذي تنتقل به مصرنا العزيزه إلى غد مشرق ومستقبل أفضل، العمل الذي يعود به الاستقرار لهذا الوطن. كانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قد أعلنت فوز عبد الفتاح السيسي بمنصب رئيس الجمهورية. وقال رئيس اللجنة المستشار أنور العاصي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الهيئة العامة للاستعلامات أن عبد الفتاح السيسي حصل على ما نسبته 96.9% من إجمالي الأصوات، بينما حصل منافسه حمدين صباحي على 3.9%. صوتا بنسبة 96.91% تقريبا مقارنة بعدد الأصوات الصحيحة. دعا العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى عقد مؤتمر للمانحين لمساعدة مصر في تجاوز أزمتها الاقتصادية، وذلك فور الإعلان رسميا عن فوز عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة. حذر خادم الحرمين الشريفين من أن المساس بمصر يعد مساسا بالإسلام والعروبة، وهو في ذات الوقت مساس بالسعودية، وهو مبدأ لا تقبل المملكة المساومة عليه. كما دعا الملك عبد الله الرئيس السيسي إلى تقبل الرأي الآخر مهما كان توجهه، وفق حوار وطني مع كل فئة لم تلوث يدها بسفك دماء الأبرياء ولم ترهب الآمنين. يعقد مجلس الوزراء اجتماعا صباح اليوم برئاسة المهندس إبراهيم محلب لبحث ترتيبات مرحلة ما بعد الإعلان رسميا عن نتائج انتخابات رئاسة الجمهورية وإعلان فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي برئاسة الجمهورية. وقال محلب إن الحكومة ستتقدم باستقالتها بعد أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي لليمين الدستورية، معربا عن سعادته بإنجاز هذه المرحلة من خريطة الطريق ومشاركته شخصيا وحكومته في تحقيق هذا الإنجاز. تستأنف اليوم محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة تستأنف محاكمة محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين و50 من قيادات الجماعة في قضية غرفة عمليات رابعة. كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهما تتعلق بتوليهم قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بهدف تغيير
نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، وأنهم أعدوا غرفة عمليات لتوجيه تحركات التنظيم بهدف في مواجهة الدولة عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة وإشاعة الفوضى في البلاد. قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن تبلغ الموجة شديدة الحرارة التي تتعرض لها البلاد ذروتها اليوم، وذلك مع ارتفاع درجات الحرارة إلى نحو 44 درجة مئوية. وأشارت الهيئة إلى أن السبب في هذه الموجة هو تأثر البلاد برياح جنوبية شرقية قادمة من شبه الجزيرة العربية، تتزامن معها رياح جنوبية قادمة من الصحراء الغربية. وتوقعت الهيئة أن تبدأ هذه الموجة في الانكسار غدا الخميس مع انخفاض لدرجة الحرارة بنحو 11 درجة مئوية. نهاية الموجز، أعود مرة أخرى إلى زميلين لميس وعمر فلديهما بالتأكيد المزيد والمزيد من الفقرات في برنامج هذا الصباح، إليكما. بالطبع يتجدد اللقاء بإذن الله على رأس الساعة في موجز إخباري الجديد، بالطبع يحمل كل التفاصيل. بالأمس شفنا الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمة مقتضبة لم تتجاوز الخمس دقائق، بصراحة كانت موجزة أوجز فأنجز، يعني كما يقولون، يعني بصراحة كانت كلمة فيها كثير من المعاني، لكن الرك على الشعب المصري زي ما بيقولوا ما فيش إيد لوحدها هتسقف أبدا. الرجل من ناحيته خلاص بيجتهد، وإحنا كمان لازم نجتهد من ناحيتنا عشان إحنا الاثنين نكمل بعضينا. ما فيش رئيس بيمشي من غير شعب، وما فيش شعب بيمشي من غير رئيس، لكن في مزيد من التهنئة اللي إحنا شفناها للمنافس ليه، ده منتهى الرقي ومنتهى الديمقراطية، وتهنئة الجيش والشرطة والقوات المسلحة ورجال الإعلام، كانت التهنئة واضحة وصريحة. وكان أيضا في جانب من السيد حمدين صباحي تهنئة ليه، تهنئة متبادلة، جانب ديمقراطي هايل. هي يمكن النقطة اللي هو وجه فيها الشكر لمنافسه حمدين صباحي دي كانت فيها رسائل كثيرة جدا، صحيح. أعتقد يعني إن هي كانت نوع من الرسائل إن إحنا ننهي نبرة الشماتة اللي كانت شغالة للأسف طول الأسبوع الماضي، نتخطى هذه المرحلة. الانتخابات خلصت، فاز من فاز، خسر من خسر، الفائز الشعب هنأه، والخاسر أيضا هنأ الفائز بهذه أو بالفوز وبهذا المنصب. والحقيقة هو منصب مش سهل، هو منصب تقيل جدا في هذه المرحلة، عبء كبير جدا بيقع على عاتق رئيس جمهورية مصر العربية، هو شيء لا يحسد عليه الحقيقة يعني. فشكره للمرشح أو المنافس له حمدين صباحي كان فيها الكثير من الرسائل، كان فيها كثير من الرسائل، ياريت الناس تفهمها، ياريت وسائل الإعلام، يعني لو لينا الحق أن احنا نوجه كلمة لوسائل الإعلام الأخرى، ريت وسائل الإعلام تاخد بالرسالة دي نبرة الشماتة اللي كانت في الكثير من وسائل الإعلام طول على مدار الأسبوع الماضي، والتناول الحقيقة في بعض الأحيان خرج عن نطاق المهنية. ياريت نوقف هذه المرحلة ونبدأ مرحلة جديدة. من ضمن أيضا الرسائل اللي وجهها المرشح عبد الفتاح السيسي أو رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، البعد عن الفرقة من أجل التقدم ورقي مصر لتحتل الموقع اللي بتستحقه، اللي بيستحقه شعبها من عيش كريم وحرية وعدالة اجتماعية، شعارات لا. والتهنئة كمان لميس لثورة 25 يناير وتحييته ل 25 يناير و30 يونيو، ده تأكيد، وبيبعد أفكار كثيرة جدا عن الشعب المصري اللي كان رسائل من الباطن زي ما بيقولوا، لأن طبعا كان في ناس قالت لا ده احنا مش مع 25، وناس قالت لا احنا مش مع 30، وناس قالت لا احنا مش مع الاثنين، ده جالنا حد جديد وده عودة للعصر السابق. كل الكلام ده اتنفى صراحة، والحدة يفهم زي ما بيقولوا، والرسالة وصلت، اللي عايز يفهم هيفهم، واللي مش حابب يفهم أكيد الأيام هي تفهمه إيه اللي هيحصل. وشفنا احتفالات المصريين نعم. كمان في الشارع كان شكلها بالتأكيد عامل إزاي، يعني برغم الرسائل ده ما منعش المصريين إن هم ينزلوا يحتفلوا. الحقيقة واضح يعني المصريين بينتهزوا الفرص دائما، والله يا يعني الفرص للنزول للشارع. شفنا بالأمس أعداد كبيرة من المصريين في الشوارع، بالأخص طبعا في ميدان التحرير، في ميدان مصطفى محمود، وفي كثير من الميادين البارزة في المحافظات المختلفة. الألعاب النارية، الأغاني الوطنية كانت بتردد في جنبات يمكن جمهورية مصر العربية بأكمل، ده كمان قصر الاتحادية، قصر القبة، كل الأسر الرئاسية، كل المحافظات شهدت مثل ذلك. يعني الفرحة كانت غامرة كثيرا للشعب المصري، كان بيشتاق لأنه يفرح بأي حاجة أو أي حاجة ممكن تفرحه في يوم من الأيام كان مستنيها، والفرحة جات له. بس الفرحة دي عايزينها تكمل بالعمل وبالبناء، وبناء الوطن اللي تعب وأنهك في الثلاث سنوات اللي فاتوا. لازم نبدأ صفحة جديدة كلنا زي ما قال كثير من المحللين السياسيين، نطوي الصفحة اللي فاتت ونبتدي صفحة ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، حي على الفلاح وحي على العمل. طيب طبعا أعلام مصر هي المسيطرة طبعا. بنتكلم عن فوز السيد عبد الفتاح السيسي ب
بحصوله على 23,780,104 صوت بنسبة 96.9% من إجمالي الأصوات الصحيحة. في ميدان التحرير برضه الناس كان في شاشات منتشره وكان في حاجات كتير عشان يشوفوا قرار اللجنه العليا للانتخابات. وبدات بالتاكيد التهاني تتوالى على رئيس الجمهوريه الجديد عبد الفتاح السيسي، جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر واعضاء مجلس اداره الاتحاد العام، وايضا رؤساء واعضاء مجالس ادارات النقابات العامه، رؤساء واعضاء مجالس ادارات اللجان النقابيه، رؤساء الاتحاد المحليه بالمحافظات، جميعهم تقدموا بالتهنئه ليس فقط لعبد الفتاح السيسي ولكن لشعب مصر باكمله على انتهاء جزء كبير جدا، يمكن المرحلة الثانية في خريطة الطريق وهي انتخابات الرئاسة واختيار مرشح لتولي مهام رئاسة الجمهورية في المرحلة القادمة. أضاف برضو المراغي أن عمال مصر بتقوم على أكتافهم حاجات الصناعة وبسواعدهم بتبنى نهضة الوطن وبيقدرون دور الرئيس عبد الفتاح السيسي في قيادة المرحلة التاخيرية وبيثمنوا على طبعا على مجهوداته وعلى أفكاره اللي احنا كلنا مستنيينها أن احنا نشوفها على أرض الواقع، وبيتقدمون بالتهنئة الحارة للمشير عبد الفتاح السيسي ب 6 مليون على حد تعبيرهم او هو عددهم الفعلي والواقعي طبقا للاتحاد العام، 6 مليون عامل من ابناء مصر الشرفاء بيقدموا التهنئه للسيد عبد الفتاح السيسي. لكن انا مش عايز يفوتني لميس قبل ما نخش في الخبر اللي جاي، بجد بنتقدم بخالص التهنئه ونقول له شكرا 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 السيد المستشار عدلي منصور اللي ادار الدوله في خلال سنه صعبه جدا 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 من عمر مصر، قادها بحكمه، قادها بقياديه محترمه، كان مثال يحتذى به، وهو الوحيد اللي خرج على رجلين من القصر الجمهوري وهيكون عندنا رئيس سابق لاول مره في تاريخ مصر. بالتأكيد. طيب زي ما قلنا يمكن العبء ثقيل جدا، الملفات كثيرة جدا، يعني منصب لا يحسد عليه، ملفات دولية وتحديات خارجية كثيرة جدا بتقع على عاتق الرئيس القادم. يمكن من أبرز هذه الملفات استعادة مكانة مصر اللي بتستحقها على جميع المستويات. يمكن مصر تراجعت كثير جدا على المستوى الإقليمي، على المستوى الإفريقي، على المستوى الدولي في الكثير من القضايا. الحقيقة كانت مصر غائبة للأسف، وده منظر كان بيؤلم جميع المصريين ويمكن كان بيؤلم أيضا الكثير من الأشقاء العرب، غياب مصر وغياب تأثيرها القوي في الكثير من القضايا دي. يمكن من أبرز الملفات اللي هتقع على عاتق عبد الفتاح السيسي في المرحلة القادمة. مظبوط. وكمان الخبراء بيعولوا كثيرا على دور مصر الإقليمي ودور مصر الدولي، وده اللي احنا رصدناه امبارح يمكن في كلمة العاهل السعودي الملك عبد الله في كلمته اللي فعلا كانت معبرة وكانت فيها كثير من المعاني والمغازي اللي احنا شفناها وفهمناها، وكان من اوائل المهنئين، بس مش مهنئ بس، لا ده مهنئ ببرقيه فيها حاجات كثيره جدا 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 عشان يقول مصر ليها الرياده ومصر ليها المكانه، واللي هيتخلى عن مصر في يوم من الايام مش هيكون ليه دور وسطينا ابدا. دي كانت رساله معبره جدا. خلينا نشوف التقرير اللي جاي ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. يواجه الرئيس الجديد ملفات شائكة على الصعيد الخارجي تمثل تحديا سياسيا خارج الحدود بجانب القضايا الداخلية المعقدة، لذا يقع على عاتق الرئيس استعادة الدور الإقليمي لمصر ومكانتها وهيبتها. حديث هنا عن لغة المصالح، عن بناء تحالفات جديدة، استغلال واستثمار الإرادة المصرية التي احتشدت خلف توجه معين ورافضة لتوجه آخر. فالمطلوب رئيس يقوم بعملية تضافر للجهود، مؤسسة زي الأزهر، مؤسسة زي هيئة الاستعلامات تبع للرئاسة، أيضا الدور الثقافي الريادي المصري عليه دور، عليه الاقتصاد المصري الشعب يجب عليه أن يعي تماما أن هو أمامه تحدي. خبراء يرون ضرورة أن يضع الرئيس المنتخب نصب عينيه إعادة هيكلة علاقات مصر الخارجية على قاعدة المعاملة بالمثل والمصالح المشتركة أيا كان الطرف في هذه العلاقات. العلاقات مع الدول هي علاقات مصالح في الأول، لابد أن تكون هذه العلاقات هي علاقات مصالح في المقام الأول، لكن العلاقة مع البعد العربي أنا ما أقدرش أقول علاقات مصالح بدرجة أولى، لكن أنا أقول علاقة ريادة. مصر بعدت عن المنطقة العربية فتمحورت قضاياها في قوة مع قوة إقليمية وقوة دولية، ومن الأهمية أن يعود الدور المصري بقوة إلى العمق العربي، وده بدأت بوادره في العلاقة مع المملكة العربية السعودية والإمارات وجزء من دول الخليج العربي. أنا من الأهمية أن يكون لي دور ريادي مع الـ22 دولة.